عقب فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2017 أمام بطل إيطاليا، صرح رئيس ريال مدريد بوسع زين الدين زيدان البقاء في النادي مدى الحياة بعدما أصبح أول مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمرتين متتاليتين. الآن هو أفضل مدرب في العالم. إنه يتولى تدريبنا منذ 17 شهراً لكنه فعل كل شيء ممكن. وقال زيدان في مؤتمر صحفي: لا يمكنني القول إذا كنت سأبقى هنا مدى الحياة، لكني أشعر بامتنان كبير للنادي لكل شيء منحني إياه. لعبت هنا لفترة طويلة وأشعر أني جزء من أثاث النادي. أنا محظوظ أيضاً بأن أكون جزءاً من هذا النادي مع هذه التشكيلة. كل لاعب في التشكيلة أدى دوره وهذا سر نجاحنا هذا الموسم.